ننتقل من ملف المنتخب لملف الأهلي. خلاص يعني دلوقتي بنتكلم إن الأهلي هيستأنف تدريباته تحديدا يوم 21 سبتمبر، خلاص هنرجع بقى نركز. قبل ما نخش للتفاصيل دي خلينا نبدأ بالصفقات الأخيرة، وزي حضرتك بتشوف الصفقات دي ممكن تعزز كمان من الفريق. وانا بتكلم ان انا كان يمكن عندي مشكله في الوينجين، دلوقتي انا بعزز بهذه الصفقات الوينجين بشكل كبير. يعني شفت ازاي هذه الصفقات وتحديدا اللعيبه كمان اللي انضموا؟ الصفقات كلها اللي عملها النادي الاهلي السنه دي او الفتره ديت صفقات مهمه جدا وصفقات كويسه قوي. يعني في حسام حسن، في عمار، في كريم، يعني في ناس بيرستاو بالظبط، والاثنين افارقه دولت طبعا. لا لازم، لان النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير جدا، عنده افريقيا وعنده كاس مصر وعنده دوري، فمحتاج لعيبه كتير جدا، ولازم يعمل روتيشن على اساس ان اللعيبه تريح ولعيبه، فلازم يكون كل اللعيبه اللي جايه على مستوى واحد. انما الصفقات اللي اتعملت السنه دي بصراحه انا شايف انها صفقات مهمه جدا، مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، ان هو يخش بيها الموسم جديد باريحيه. ما فيش مثلا لو واحد تعبان زي حسين الشحات او اي حد تعبان اللي يجي مكانه يلعب. اتهلكوا؟ لا بصراحه الفريق بتاعنا اتهلك. يعني الحق يقال، بجد بشر يعني. في الاخر يعني مش معقول، فعلا كانوا مهلكين جدا، بطولات كتير جدا، وبعد كده ما جيت. لا ولسه ولسه مثلا مشكله وعدت، ده لسه احنا الضغط ده هنفضل فيه لسه، ده بتاع سنتين كمان. بص حضرتك النادي الاهلي هو كده، احنا كنا بنلعب برضو كان الضغط كبير جدا، مع ان ما كانش فيه بطولات كتير جدا زي دلوقتي ده. انما كنا برضو يعني كنا ممكن ناخد اجازه شهر بتاع، انما بتخش بقى في الدوري او بتخش تتمرني الدنيا بتبقى صعبه جدا، وعلى طول ضغط، وعلى طول لازم تلعب، وعلى طول لازم تكسب، فكل ده بيعمل لك ضغوط كبيره جدا. الضغوط بس مش اللعيب بيبقى استهلك او تعبان من التدريب بس، لا من الضغوط. الضغوط دي بتعمل يعني استرس على اللعيب اكتر من التدريب اصلا، انك انت لازم بتفكر لازم تكسب، لازم تخش بطولة افريقيا، لازم تكسبها الدوري، لازم تكسب كاس مصر، ما تخسرش. كل الحاجات دي بتعمل ضغوط على اللاعب النفسي اكتر منه بدني. فدي كل دي عشان كده بقول لحضرتك الصفقات اللي اتعملت والنادي الاهلي اللي عملها بصراحه انا شايف ان السنه دي صفقات هايله جدا، وكل اللعيبه اللي جت من الاعارات او اللي جت الاثنين اللعيبه الافارقه اللي جم بصراحه انا شايف ان هم اعتقد انها هتبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وهتبقى هيخش النادي الاهلي باريحيه واستعداد كويس جدا للموسم الجديد، لان برضه عنده كاس عالم وعنده بطوله افريقيا وعنده كاس مصر يوم 21 تقريبا. فانا شايف ان اللعيبه دي هتعمل فروق. يعني النادي الاهلي طبعا مش محتاج ان حد يعمل له فرق، انما اللعيبه دي اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. طيب رائع جدا.